صراع الدوائر الانتخابية في كركوك بلغ ذروته، خصوصا في الدائرة الوسطى، والسبب يعود لوجود التنوع القومي الذي يراه البعض إيجابيا، كونه يزيد من المشاريع الانتخابية وسهولة الاطلاع عليها من قبل الناخب، فيما يأمل الناخب أن يغير من الوجوه السياسية لخلق فرص جديدة ومستقبل أفضل. حقيقة موضوع صراع الدوائر راح يكون صراع قوي، خاصة في الدائرة الثانية دائرة المركز، لوجود التنوع فيها، وهذا التنوع يخلق نوع من التنافس الشرس. ولكن احنا لحد الآن نشوف انه هذا التنافس هو عامل إيجابي، ده ينطي قوة وحافز للمرشحين للعمل بشكل أكثر ولتقديم برامج انتخابية أكثر. المعطيات للتغيير تلوح بالأفق، لكن يبقى التنافس الغير مدروس يقلل من احتمالية الفوز بسبب كثرة عدد المرشحين في الدائرة الواحدة والتي تتسبب بتشتيت الأصوات خلال دخول عدد أو كم من المرشحين. وطبعا هذا يعكس واقع المكون العربي للأسف الشديد، مكون غير منظم، ويرجع هذا الأمر لقيادات العرب التي لا ترغب بالتنظيم، وذلك لأن التنظيم يضرب مصالح الشخصية. أتمنى لكل المرشحين بالتوفيق، ونحن داعمين لجميع المرشحين بأن نحصل على مقعد يحقق التوازن لكي لا ينفرد طرف على حساب طرف ويتحقق الغبن على هذا المكون، وبالتالي المحافظة تفقد رمزيتها وتفقد عنوانها الرئيسي ألا هو التآخي. تقسم الدوائر الانتخابية في كركوك إلى 3 دوائر، الأولى للكرد والثالثة للعرب، أما الدائرة الثانية فهي مشتركة بين العرب والتركمان. هذه المكونات تأمل أن تكون الانتخابات نزيهة دون تزوير. للتغيير سعدون السلطان، كركوك.